فقرة التغذية. يعني اليوم رح نحكي عن مرض سمعنا فيه كثير بالفترة الأخيرة، لأنه أعتقد ما كان عندنا يعني دراية كثير عنه، واللي هو التصلب المتعدد أو MS. هو مرض بيصيب الجهاز العصبي، ويؤدي هذا المرض لتعطيل قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل فيما بينه، وينتج عن ذلك مشاكل بالرؤية والمشي والكتابة والذاكرة كل ما ازداد انتشار المرض. صحيح، والمعروف عن هالمرض انه بيصيب النساء بنسبه اعلى من الرجال، ويكثر بالفترات العمريه ما بين 20 الى 40 عاما. للحديث حول هذا المرض، اسبابه والاعراض، ودور النظام الغذائي الصحي لتقليل شده الاعراض المرافقه له، اكيد بصيرنا مشاهدينا انه نستضيف الدكتور فادي الخشروم اختصاصي التغذيه. يسعد صباحك ويا اهلا وسهلا. يسعد صباحكم. كيفك دكتور؟ تمام الحمد لله. بداية بدنا نعرف من حضرتك، ما هو مرض التصلب اللويحي؟ مرض التصلب اللويحي هو عبارة عن مرض مناعي. هذا المرض المناعي بتهاجم في الخلايا المناعية، طبقة المايلين المغطية لمحور الخلايا العصبية. هي الطبقة يلي بتنتج أساسا خلايا الأوليغوديندروسايت، اللي هي خلايا الدبقة العصبية الناقصة. مهمة هي الطبقة هي عزل وحماية هذا المحور وتسريع النقل العصبي بهذه الخلايا. نحن فينا نشبه هي الطبقة تماما بالطبقة الخارجية المغطية لسلك الكهرباء. هي الطبقة الخارجية لما بتتعرض للتلف راح يكون عمليا السلك مع احتكاك وتماس مباشر مع الوسط المحيط، وبالتالي راح يتعرض للتآكل والصدأ. لما بيتعرض للتآكل والصدأ حتى جودة النقل فيه رح تكون للأسف مضطربة. وهذا الشيء اللي عم يصير بشكل مبسط، يعني إذا حبينا هيك مبسطة لأخي المشاهد على سوية الخلايا العصبية. دكتور، بدنا نعرف منك أسباب هذا المرض، هل العامل الوراثي له دور؟ هلا هذا المرض مثل ما حكينا هو مناعي بالدرجة الأساسية. هي الكريات البيضاء بعد ما بتخترق الحاجز الدموي الدماغي بتتعرف على بروتين المايلين اللي حكينا عنه، اللي هو مغطي لمحور الخلايا العصبية، وكأنه واحد من الأنتيجنز. شو يعني واحد من الأنتيجنز؟ يعني وكأنه واحد من المستضدات يلي تعرض للجسم بمراحل سابقة. يعني أنا كشخص مصاب بمرض تصلب اللويحي يفترض بمراحل عمرية معينة اتعرض لأحد الفيروسين، إبستين بار فيروس أو هيومان هيربس فيروس تايب 6. هدول الفيروسين أنا لما بتعرض لهم بكون الضاد لإلهم. للأسف عم يصير في عندي طفرة بجين معين اسمه HLA-DR2. هذا الجين لما بيتعرض للتحوير أو بيتعرض لهذه الطفرة بكل أسف رح تصير خلايانا المناعية تهاجم بروتين المايلين وكأنه واحد من هذه الأنتيجنز. تمام، يعني عمليا عم هاجم نفسي بكل أسف. فإذا مثل ما أننا ملاحظين السبب هو جيني بيئي بنفس الوقت، ما هو جيني فقط. شغلة ثانية بدنا نذكرها، في عامل مشترك تبين أنه مهم جدا بهذا السياق، وجميع مرضى التصلب اللويحي بيعانوا منه، يلي هو اشتراكهم بنقص فيتامين دي. ولكن هذا ما بيعني انه نقص فيتامين دي هو سبب مباشر، ولكن مثل ما حكينا يفترض ناخذ بعين الاعتبار النقص الحاصل بمستويات فيتامين دي وكانها واحده من الاسباب المحتمله للاصابه بهذا المرض. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الاعراض والعلامات لهذا المرض. هلا اهم الاعراض اللي نحن ممكن نشوفها عند الاصابه بهذا المرض هو تضرر الالياف العصبيه اللي اساسا هي مغمده او مغلفه بطبقه المايلين. اولى هذه الاضرار تحدث بالدرجه الاساسيه لالياف العصب القحفي الثاني اللي هو العصب البصري. فبنشوف نحن اضطراب الرؤيه بيكون دائما من اول الاشياء اللي ممكن تصير. عدم القدره على التمييز بين الالوان ايضا من الاشياء اللي ممكن نلاحظها. من الأشياء اللي ممكن تصير أيضا اضطراب الوظيفة الماضغة بسبب الأذية غير المباشرة للشعب الحركية للعصب الخامس مثلث التوائم. العصب الوجهي أيضا لما بيتضرر بطريقة غير مباشرة رح نشوف في عندنا مشكلة بتعابير الوجه، مثل ما عم نلاحظ لما بتكون إصابات عندنا متقدمة للأسف. عم يصير في عندي مشاكل كتير كبيرة بتعابير الوجه. حس التعب، التنميل، الخدر، هدول أيضا من الأشياء الواضحة جدا عند مريض التصلب اللويحي. في عندي علامة من العلامات الواضحة جدا بسميها ليرميتس ساين أو علامة ليرميتس. علامة ليرميتس لما بيعمل ريفليكشن للرقبة بينزل رقبته لتحت بيقول لك حسيت كهرباء مشيت بكل جسمي وصلت لتحت لعند رجلي.
من الاشياء اللي ممكن نشوفها ايضا مثل ما حكينا الخدر والتنميل، حيصير في عندي اضطرابات معويه، بنشوف الامساك ايضا بدرجه واضحه. الاكتئاب من الاشياء الواضحه جدا عند مريض التصلب الوحي بكل اسف، لانه الخلايا العصبيه المنتجه للسيروتونين تتعرض للضرر. من الاشياء كمان اللي ممكن نشوفها انه بيتاثر بدرجات الحراره، اذا اخذ مثلا حمام مي سخنه او كان الجو شوي حرارته مرتفعه بصير حاله التعب عنده اكثر واكثر، بكل بساطه لانه عمليه اللي بسمون احنا كمون الفعل او الاكشن بوتنشال عم تصير بطيئه للغايه، وبالتالي عم يصير في هذا التعب، الشعور بالتعب بكل اسف. مثل ما ذكرنا بالبداية وبالمقدمة أنه ممكن هذا المرض يصيب النساء أكثر من الرجال، بدنا نعرف من حضرتك السبب. السبب بكل بساطة أنه هذا المرض مرتبط بالكروموسوم إكس وليس بالكروموسوم واي، لهيك بنشوف احنا معدلات الاصابه فعلا عم تكون بمعدل الضعف تقريبا او ثلاث اضعاف، ومثل ما تفضلتي حضرتك بالمقدمه بالذات بالمراحل العمريه المبكره ما بين 20 ل 40 عام. طيب دكتور فادي، قبل ما نحكي شو هو الممنوع شو المسموح من تناول الاغذيه، خلينا نحكي عن تاثير دور ضبط الغذاء في المساعده والعلاج. هلا العلاج هو للامانه هو موضوع صعب شوي، ولكن اذا حبينا نقول نحن انه شو دورنا نحن بالغذاء بحيث انه نقلل من حده الاعراض او نمنع تطور الحاله نحو الأسوأ، نحن اذا استرجعنا السيناريو الاول، السيناريو الاساسي عم يكون مثل ما اتفقنا الكريات البيضاء عم تهاجم هي الطبقه اللي موجوده عند طبقه الميلين، ستفرز فيما بعد الوسائط الالتهابيه اللي هي السيتوكاينز، هي الوسائط الالتهابيه وما يتلوها هي عباره عن اشياء اكيد سيئه، ما ممكن انسان يتعايش مع حاله التهابيه مدى الحياه، فلذلك نحن دورنا بالحد الاول كاطباء تغذيه ما نسمح للمريض بتناول اغذيه ممكن تخلق حاله التهابيه جديده او تزود الحاله الالتهابيه. يعني ذكرت لنا انه النظام الغذائي مهم ومفيد ومفيد للتحكم باعراض التصلب الوحي، نذكر اهم هي الاغذيه دكتور. اهم الاغذيه نحن ممكن نامنها لمريض التصلب الوحي هي الاغذيه اللي بتساعد بترميم طبقه المايلين. تمام، طبقه المايلين اذا طلعنا على تركيبها بنشوف هي عباره عن بروتينات ولبيدات. فاذا انا نظامي الغذائي يفترض يكون غني بالبروتينات والدهون بنفس الوقت. لهيك بنشوف الاشخاص المصابين بمرض الصلب اللويحي يلي اتبعوا الحميه الكيتونيه لبعض الوقت تمام شعروا بتحسن كبير جدا. فاذا انا بالحميه الكيتونيه عم امن البروتينات وعم امن الدهون بنفس الوقت، ولكن بدنا نكون حذرين بشغله، الحميه الكيتونيه لا تصلح ان تكون حميه مدى الحياه. فاذا نحن ممكن نتبعها لبعض الوقت لما بتكون الاعراض صارخه عندي. أو حتى بين هجمات المرض لما بدي أنا أسمح لهذه الطبقة أنه تترمم، فأنا ممكن أتبع هي الحمية لبعض الوقت. الحمية الكيتونية الحمية يعني الكيتونية. زيادة معدل الدهون بتكون فيها نسبة الدهون مرتفعة للغاية، بتكون فيها نسبة البروتينات عالية، وبتكون نسبة الكربوهيدرات بالحدود الدنيا. نحن بنقول ما بيمشي الحال أنه يتبع مدى الحياة، ليش؟ بكل بساطة لأنه حتكون تأثيراتها سيئة على النسيج العظمي، هو أساسا عنده مشاكل بنقص فيتامين دي. نقص فيتامين دي مثل ما بتعرفوا مرتبط بصحة العظم، فأنا كيف ممكن اسمح للنسيج العظمي انه يتهالك بهالدرجة الكبيرة جدا. شغلة ثانية بدنا نفكر فيها لما بنتعامل مع مريض تصلب لويحي، كيف نأمن المواد الخام التي تصنع منها النواقل العصبية. عم بحكي عن الدوبامين، عم بحكي عن النور أدرينالين، عم بحكي عن السيروتونين، الأسيتيل كولين. إذا حبينا ان نطلع هيك بعجالة او بشكل سريع، بشوف انا انه الدوبامين والنور ادرينالين يصطنعوا انطلاقا من الحمض الاميني التيروزين، التيروزين يصطنع من الفينيل الانين، الفينيل الانين هو من الاحماض الامينيه الاساسيه التي يفترض نحن نحصل عليها من المصادر البروتينيه الكامله، يعني عم بحكي عن اللحوم، البيض، الالبان، الاجبان، كل شيء مصادر بروتينيه كامله بتامن لي هذا الحمض الاميني الاساسي. معناتها الكلام الاشخاص النباتيين رح يكون في عندهم مشكله اكبر بالحصول على هي الاحماض الامينيه الاساسيه اذا ما اخذوا المصادر البروتينيه النباتيه الكامله. تمام. مثل الصويا على سبيل المثال، مثل حلب السبيرولينا، مثل الكينوا، فاذا رح يكون النباتيين عندهم هي المشكله بدرجه اكبر. بالنسبه للنواقل العصبيه الثانيه مثل الاسيتيل كولين، الاسيتيل كولين يعني يصطنع انطلاقا من الكولين، فاذا انا يفترض دخل مصادر الكولين، اهم مصدر مصادر الكولين هو صفار البيض. تمام، فاذا انا لما بدخل البيض بدخل حتى كبد الحيوانات اللي بنسميها السودات يعني، فهي مصادر جيده جدا لتامين الكولين.
جينا على السيروتونين يلي هو هرمون السعادة. هذا الهرمون يفترض نرفعه عند هذا المريض بدرجة كبيرة جدا. نرفعه لما منأمن المادة الخام يلي هو الحامض الأميني تريبتوفان. الحامض الأميني تريبتوفان موجود عندنا بالموز، موجود عندنا بالشوكولا الداكنة، حتى موجود بصدور الدجاج، موجود بلحم الحبش. فإذا هي المصادر كلها هي مصادر مهمة جدا. من الأشياء اللي كمان لازم نأمنها لمريض التصلب اللويحي هو الألياف الغذائية. حكينا إحنا إنه مريض التصلب اللويحي بيعاني من الإمساك، تمام؟ فأنا يفترض بالحد الأدنى إنه حافظ على صحة الأمعاء، حافظ على صحة الأمعاء. لما بأمن نوعين الألياف، الذواب وغير الذواب، حتى أمن الغذاء الكافي للبكتيريا النافعة اللي موجودة بالأمعاء. حتى ممكن أدخل البكتيريا النافعة بشكل مباشر أنا. لما بأمن مثلا أو لما بشرك بالحمية الغذائية اللبن أو حتى قطعة صغيرة من المخللات. فإذا مثل ما ملاحظين يعني الخيارات كثيرة للحقيقة في خطة العلاج رح تكون. تمام دكتور، خلينا هلا نحكي عن الأغذية اللي لازم يتجنبها مريض التصلب اللويحي، ونحكي عن البدائل. أي طعام بيخلق حالة التهابية أنا يفترض أني أتجنبه. أولى الأشياء يلي ممكن تخلق حالة التهابية هو السكر، تمام؟ السكر بكل أنواعه، السكر المضاف أو السكر كما هو بشكله الحر. فإذا يعني هذا المصدر يعتبر المصدر الأسوأ بطبيعة الحال. اللحوم المعلبة، اللحوم المصنعة، اللحوم المدخنة، هي كلها عبارة عن مصادر سيئة بتزيد الحالة الالتهابية بشكل كتير كبير. الدهون المتحولة اللي بنلاقيها نحن بالزيوت المهدرجة، فنحن لما نكون أمام خيارين مثلا أنا استخدم الزيت أو استخدم الزيوت النباتية المهدرجة اللي هو السمنة اللي عم تكون صلبة بدرجة حرارة الغرفة، فأكيد لا، الزيت هو أأمن وأسلم بدرجة كبيرة جدا. الكحول من الأشياء اللي ممكن تزيد الحالة التهابية، فأكيد كمان يفترض إحنا إذا كل هالأشياء اللي ممكن تزيد الحالة الالتهابية أنه يفترض أتجنبها بالكامل. يعني ذكرت بحديثك دكتور عدة مرات إنه ممكن يعاني مريض التصلب اللويحي من نقص فيتامين د، طيب كيف ممكن يعوض هذا النقص؟ هلا للأسف لأنه عم يكون عندنا نقص كبير جدا، نحن مضطرين نعوض بالسبلمنت بالمكملات، تمام؟ بعد ما منعود بالمكملات، إذا حبينا بس نحافظ بقى على المستوى الحالي نحن فيه، فنحن ممكن بالحمية الغذائية عن طريق إشراك المواد الغذائية الحاوية على فيتامين دي مثل البيض مثل الأسماك، فهون أوكي ممكن يعني هذا الأمر يعني صار معقول. أما لو يكون عندي نقص كبير جدا أنا مضطر أن يدخل فيتامين دي على شكل سبلمنت. تمام دكتور، خلينا نحكي عن دور الرياضة والحياة الصحية بالحد من الأعراض. الرياضة يعني بالحقيقة يعني كنز حقيقي بكل معنى الكلمة. الرياضة ممكن تأثر عند مريض التصلب اللويحي بشكل إيجابي بطريقتين. الطريقة الأولى أنه هي بتزيد إفراز السيروتونين والدوبامين والنور أدرينالين بشكل كتير كبير، وبالتالي هاد بخليه بترفع معدلات السعادة عنده وبتقلل من مستويات الاكتئاب. الشغلة الثانية، نحن لما نمارس الرياضة فنحن عم نمنع تهالك او انهيار الكتله العضليه. الكتله العضليه هي اللي هي عم تكون اساسيه جدا للقيام بالوظائف الاساسيه خلال اليوم، من مشي، من تحدث، استخدام العضلات المستخدمه بالكلام يعني. فاذا يعني الكتله العضليه هي موضوع كثير مهم. لما الكتله العضليه بتنهار رح تضطرب كل الوظائف اللي نحن حكينا عليها. فلنفرض نحن رحنا لسيناريو سيء للغاية، عم نحكي عن مريض تصلب لويحي كانت الأعراض عنده شديدة جدا، لا يستطيع ممارسة الرياضة، فبيضل عنا العلاج الفيزيائي خطة مطروحة، تمام، لتقليل الخسائر. المهم إنه ما نضل مكتوفين الأيدي يعني ما نعمل ولا شيء. بختام حديثنا معك دكتور بدنا من حضرتك نصيحة لكل حدا عم بيشاهدنا ولكل مرضى التصلب اللويحي. ممكن نوجه نصيحة أخيرا لهم أنه المرض التصلب اللويحي صح للأسف ما في له علاج، ولكن من حسن حظكم كلياتكم أنه القسم هو له عدة أنواع، له أربعة أنواع. النوع الأشيع واللي بشكل أكثر من 90% هو النوع اللي يسمح فيه الجسم بطبقة المايلين بالتعافي أو الاستشفاء، تمام؟ فلذلك نحن كثير مهم خلال فتراتنا العمرية نهتم بتغذيتنا، ما نقطع على الرياضة أبدا، نكون دائما عم نفكر بشكل إيجابي،
لأنه مثل ما حكينا القسم الأكبر أكثر من 90% هو الشكل الذي يسمح بالتعافي بنسميه relapsing remitting MS. دكتور فادي الخشروم اختصاصي التغذية، شكرا كثير لك لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم. شكرا. نورت صباحنا وأهلا وسهلا فيك.